طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعناوين. خارجون من سجون ميليشيا الحوثي يتحدثون لسبتمبر نت: كنا نتمنى الموت كل لحظة لكننا لا نجد. نائب مدير مستشفى الأمراض النفسية بتعز يقول للموقع بوست: نحن مديونون وكل يوم نستقبل 20 مريضا جديدا. من جولتنا في الصحافة الفرنسية: 3 سنوات من الحرب المغلقة. ومن أخبارنا المنوعة: قاض بريطاني يأمر سجينا بدراسة تعاليم الإسلام في السجن. أهلا بكم. بعد 3 أعوام على سيطرة ميليشيا الحوثي على محافظة عمران شمال اليمن، يبدو الوضع الآن أكثر بؤسا وقتاما من أي وقت مضى، وقد وصفها عنوان لموقع المصدر أونلاين: مدينة عمران حيث تنتعش أسواق الحطب ومجاميع المتسولين. ووفقا لمحرر الموقع، فحين تتجول في المدينة شيئان سيلفتان نظرك: أكوام من الحطب في كل مكان، وأسراب من المتسولين البائسين يتنقلون بين المطاعم والمحلات التجارية بحثا عن ما يسد رمقهم. يضيف المحرر: معظم سكان المدينة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وقد أدت الحرب إلى تراجع دخل الأسر بسبب انهيار الإيرادات الحكومية وتعثر دفع رواتب القطاع الحكومي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويقول الموقع أن محافظة عمران كانت البداية التي استكشف فيها عبد الملك الحوثي الرائحة النفاذة للقوة، ليجتاح بعدها معظم المحافظات اليمنية ضاربا السلم الأهلي والتحذيرات الدولية عرض الحائط. والآن يصف الموقع حال المدينة: ففي شوارعها تجوب سيارات حوثية رباعية الدفع، وعلى متنها بعض الأطفال المجندين. الشوارع والأسواق لا يضاهيها في العدد سوى المتسولين. في الدوائر الحكومية لا يمكنك أن تميز بين موظف ومسلح، الجميع يرتدي زيا شعبيا متشابها. وحتى في المدارس لا تستغرب إن شاهدت معلما يدخل مدرسته حاملا كلاشينكوف على كتفه. وقال موظفان حكوميان من المدينة للمصدر أونلاين: لم نشهد أياما أسوأ من هذه التي يحكم فيها أنصار الله، الجوع في كل بيت والمرتبات منقطعة والمعنيون كأنهم لا يروننا، وفوق ذلك يجب علينا أن نداوم، ما لم فإننا سنخسر وظائفنا. زيارة تشير إلى ضرورة التنسيق بين المحافظات لمواجهة الميليشيا، ويعنون موقع يمن الغد: محافظ لحج يصل إلى تعز ويعد بتحرير المحافظة قريبا. وقال محافظ لحج قائد اللواء 17 مشاة اللواء أحمد التركي: أن محافظة تعز ستتحرر قريبا، وذلك مع التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة كرش شمال المحافظة. وأكد خلال زيارته لمواقع عدد من الجبهات والمواقع العسكرية الواقعة بين محافظتي لحج وتعز أن الأيام المقبلة تحمل معها بشارات النصر، مشيدا في الوقت نفسه بدور الجيش الوطني ومواقفه في التصدي للميليشيات الإيرانية الانقلابية. 7 سنوات من مخاض الثورة في اليمن: ثورة شعب، طموح للتغيير. ثورة تفكك بفعلها النظام الاستبدادي القديم، ما أثار حفيظة قوى إقليمية كثيرة، إذ بيّنت الثورة أن الأنظمة الإقليمية المستبدة والكومبرادور ليسوا إلا كيانا واحدا يحتمي به الفاسدون والمستبدون والطغاة سياسيا وعقائديا. هكذا بدأ أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في العربي الجديد. الزمن كفيل بكشف حجم المؤامرة التي أحيكت على اليمن بعناية، أدواتها منا وفينا، نفوس مصابة من مآسي الماضي الاستبدادي وطغيانه العفن، أنانية في مشاريعها الصغيرة، مناطقية كانت أو طائفية،
هي الثقوب السوداء التي أوجدها ذلك الماضي، ففخخ بها المجتمع والبلد بصراعات سلبية وثارات وأحقاد وبغائن. ما يحدث اليوم برهان يؤكد من دون شك أن التحالف العربي ما هو إلا تحالف لتقويض الربيع العربي، تحالف لحماية كيان هذه الأنظمة وأدواتها، وها هم يديرون سيناريو الحرب كعقاب لهذا الشعب الذي تمرد على هيمنتهم وطغيانهم بعد أن أوجدت هذه الدول مبررات الحرب، بدأت في تسوية الملعب ليخدم أطماعها عبر إزاحة كل قوى الثورة الحقيقية وأصحاب المصلحة في التغيير والتحول المنشود والاستقلال والحرية من التبعية والارتهان للخارج بكل أشكاله، بل وصمتهم بكل التهم الكفيلة بتنحيتهم في واقع يسوده الجهل وتؤثر فيه الإشاعة لتعزز من دور أدواتها، إذ بحثت بين ركام خرابها عن نقاط الضعف وهشاشة المواقف وعززت الأنانية، فاختارت أضعف القوم وأسوأهم ليتربعوا المشهد فيسهل إدارتهم بالمال المدنس وأغراض الجاه ونفوذ السلطة والقوة. لم يكن الحوثي يتجرأ للقيام بالانقلاب على السلطة من دون ضوء أخضر بذلك، ولن يجرؤ المتمردون على الشرعية في الجنوب من دون دعم عسكري ولوجستي مباشر. واليوم الصورة واضحة للدور الذي يلعبه التحالف الذي يفترض به داعما لشرعية الثورة اليمنية والتغيير والتحول إلى دولة اتحادية عادلة في السلطة والثروة كمبدأ، وإذا به تحالف داعم للثورة المضادة. بعد أسابيع من عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وإتمام تلك العملية بالقرب من بيحان شبوة، وصف المفرج عنهم ما عانوه في سجون الميليشيا الحوثية في قول واحد: تتمنى الموت ولا تجده، عبارة تختزل وضع المختطفين في سجون الميليشيا، يروي أحد المفرج عنهم لموقع سبتمبر نت. كانت الميليشيا تقوم بتقييد اليدين والرجلين إلى الخلف وشد الرأس للخلف لساعات، كما كانت تقوم بتعليقنا على سقف الغرف في المعتقل بيد أو رجل واحدة لعدة ساعات مع الضرب باستخدام أسلاك شائكة. ويضيف في تقرير كتبه منذر العلواني: كنا أكثر من 16 شخصا في غرفة واحدة ننام على البلاط ولا يسمحون لنا باستخدام دورة المياه، ويتم تعذيبنا بهزات الكهرباء وإحراق الأكياس البلاستيكية وتقطيرها فوق أنحاء الجسم. وفي التقرير تحدث عبد الله العشيشي أحد المفرج عنهم قائلا: لم نكن نتوقع خروجنا أحياء بعدما يئسنا من الحياة وتمنينا الموت بسبب تعذيبهم النفسي والجسدي لنا. يضيف: عندما كنا نسمع أصوات طيران التحالف العربي وهو يقصف مواقع الميليشيا ندعو أن يقصف السجن لنرتاح من عذابهم، مع أن هناك لافتة معلقة في حائط السجن مكتوب عليها: تتمنى الموت ولا تلقاه، ومن يقومون بتعذيبنا كانوا يقولون لنا بصريح العبارة: لو تمنيتم الموت في اليوم 1000 مرة لن تجدوه. إلى موقع عدن الغد، والذي تابع إلقاء القبض على خلية إرهابية في عدن ذات مهمة مختلفة وعنوان الموقع: القبض على فريق تصوير الاغتيالات في تنظيم داعش بعدن. قال الموقع أن الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن ألقت القبض على فريق تصوير تابع لتنظيم داعش بعدن والمكون من 3 أشخاص، وبحوزتهم عدة تصوير عالية التقنية بينها كاميرا تصوير احترافية وعدسات تقريب خاصة تبلغ قيمتها مئات الدولارات، بالإضافة إلى طائرات خاصة بالتصوير الجوي. تم العثور بداخل الوكر الذي تتخذه خلية داعش بعدن مخبأ لتخزين الأسلحة والمتفجرات على عدة التصوير التي يستخدمها الفريق لتسجيل وصايا منفذي العمليات الانتحارية، بينها شعار التنظيم باللون الأسود الذي يستخدم كخلفية ظهرت دائما في الصور التي نشرها التنظيم لمنفذي العمليات الانتحارية. يتابع الموقع: من بين المواد الخطرة التي عثر عليها أحزمة ناسفة جاهزة للتفجير وأصابع ديناميت وأكياس تحوي مادة السيفور شديدة الانفجار، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والمتفجرات بجميع أنواعها. الموقع بوست زار مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بتعز والتقى نائب مدير المستشفى الدكتور فارس البركاني، الذي أكد في بداية حديثه
أن المستشفى يضم نحو 70 مريضاً يعيشون فيه بشكل دائم، ناهيك عن المرضى الذين يترددون على المستشفى بشكل يومي وعددهم من 15 إلى 20 مريض. وفي رده على سؤال هل زادت الأمراض النفسية منذ بداية الحرب أجاب: الوضع في تعز أصبح مأساوياً قبل أن يكون مرعباً ومخيف، وكان لابد من تزايد الحالات النفسية، فمشاهد القصف عبر القذائف والصواريخ الذي يخلف ضحايا وأشلاء أكيد لها تأثير نفسي، سيما أولئك الذين فقدوا ذويهم أو تدمرت مساكنهم. وأضاف أن كل ذلك يتسبب في أمراض نفسية قد تقضي على حياتهم، بالإضافة إلى اضطرابات التكيف على الوضع، فالمريض أحيانا ليس له القدرة على مزاولة أي نشاط وينتج عنه الانعزال بسبب الحرب. وأكد الطبيب المتواجد مع 2 فقط من الممرضين بعد أن غادر الآخرون المشفى: لا أخفي عليكم، تراكمت على المستشفى الديون مقابل شراء الأدوية والمواد الغذائية. الآن أصبحنا نواجه مشكلة كبيرة، لم نستطع توفير الأدوية بعد تراكم تلك الديون. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في ترجمة خاصة بقناة بلقيس نطالع من صحيفة لو كوريه انترناشونال الفرنسية عنوانها البارز: اليمن 3 سنوات من الحرب المغلقة. قالت الصحيفة أن الصراع بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح وبين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عسكري عربي يدخل عامه الرابع، فيما تخشى المنظمات غير الحكومية من ارتكاب جميع المتحاربين انتهاكات وجرائم حرب. وأضافت الصحيفة: منذ أن انطلق التحالف العربي بقيادة أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية عملية عاصفة الحزم في اليمن قبل 3 سنوات، دمر العنف غير المسبوق أفقر دولة في المنطقة، فهناك إساءات وجرائم حرب من جميع الأنواع ومن جانب جميع المتحاربين. يصعب التحديد الواضح لمثل هذه الانتهاكات بسبب قوة النزاع. وتقول الصحيفة: تتعدد الانتهاكات بدءا من التهديدات البسيطة إلى عمليات الاختطاف والإخفاء القسري إلى الاعتقالات بين عامي 2015 و2017. احتجز الحوثيون ما يقارب من 5000 شخص، ناهيك عن التعذيب والنهب والاغتيال وتجنيد الأطفال من قبل المتمردين والقوات الموالية للحكومة. ووفقا لتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية، تظل عمليات التحالف العربي السبب الرئيسي لوفيات المدنيين، حيث تم تنفيذ عدد كبير من الضربات بقيادة التحالف لأهداف عسكرية، وكان هناك بعض الأهداف المدنية المتضررة مثل المدارس والمستشفيات والأسواق والمناطق السكنية. أفادت تقارير وفقا لموقع شبكة البي بي سي بأن ترامب تخلص من وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بسبب تعارض وجهات نظرهما بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي ينتقده الرئيس الأمريكي بشدة. وعنونت البي بي سي: جون بوليتون الصقر الذي يريد قصف كوريا الشمالية وإيران. وفي حالة جون بولتون الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي الجديد في إدارة دونالد ترامب، فإن الأمر يختلف ذلك أنه يتفق مع ترامب في رأيه، وقد انتقد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لموافقتها على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015، وقد كتب في العام الماضي يقول أن نص الاتفاقية خلق ثغرات كبيرة، وإيران تطور الآن صواريخها
وبرنامجها النووي من خلال تلك الثغرات. وفي مارس أذار 2015 قبل الموافقة على الاتفاق، كتب في صحيفة نيويورك تايمز قائلا أن الحل العسكري هو الوحيد لهذه المشكلة والوقت المتاح محدود، ولكن ما زالت هناك فرصة لنجاح هجوم، ومثل هذا الإجراء يجب أن يواكبه دعم أمريكي قوي للمعارضة الإيرانية بهدف تغيير النظام في طهران. الطريق الآمن لإنهاء الحرب، تحت هذا العنوان كتب السياسي المعروف وسفير اليمن لدى لندن ياسين سعيد نعمان، مضيفا في جزء من المقال المنشور في الموقع بوست. توقعاتهم بالسيطرة على اليمن قد ذهبت أدراج الرياح. اتضح لهم أن شروط السيطرة على بلد مثل اليمن تتجاوز الممكنات التي أخطأوا في احتسابها جيدا، بما في ذلك إقامة النظام الطائفي الذي يتعسف الواقع الثقافي والاجتماعي اليمني، خاصة بعد أن توصل اليمنيون في مؤتمر الحوار إلى صيغة تاريخية للدولة التي تكفل حماية حقوق كل اليمنيين، ونبذوا التعصب والعنف والقوة المكرهة لإرادة الناس في تكوين الدولة. إن تحويل مشاورات عملية السلام إلى ضجيج يذهب به بعيدا عن شروطه التي تجعل منه سلاما مستداما ومستقرا، سيهدد بكل تأكيد فرص السلام التي يتطلع إليها الناس. لا يجب التعامل مع هذه العملية التاريخية بالخفة التي تعيد إلى الأذهان سخرية الحوثيين وحليفهم من اتفاق اليمنيين إلى مشروع الدولة الوطني الذي تم الانقلاب عليه بقوة السلاح، تماما مثل ما تم الانقلاب على وثيقة العهد والاتفاق التي كانت هي الأخرى تؤسس لبناء دولة الوحدة. تجارب النخب اليمنية المتنفذة في إفشال مشروع الدولة كثيرة، ومحصلتها هذه الحرب التي أكلت الأخضر واليابس. عملية السلام يجب أن تكون بالوضوح الذي لا يترك مجالا لتمويهها بتسوية فوقية لا تذهب بالمشكلة من جذرها، كما عبرت عنها مخرجات الحوار الوطني، على ألا تترك لنفس النخب المتنفذة التي أفشلت مشروع الدولة. فلابد من إحاطتها برعاية ومشاركة شعبية واسعة لارتباطها بمستقبل هذا البلد، والمستقبل لا بد أن ينتقل إلى أيدي الشعب. ننتقل إلى صحيفة الأوبزيرفر ومقال بعنوان أفلام ذات مهمة، وتقول الصحيفة أنه بينما تعاني هوليوود من أزمة فضيحة التحرش ومن أزمة تراجع عائدات شباك التذاكر، اتجهت هوليوود إلى صناعة الأفلام الدينية. وتقول الصحيفة وفقا لترجمة شبكة البي بي سي أنه على مدى سنوات كانت الأفلام الدينية ذات سوق متخصص محدود، ولكن يجب إعادة النظر في ذلك. وتضيف أنه في الأسبوع الماضي وصل فيلم لا يسعني إلا أن أتخيل، وهو فيلم ديني الموضوع والتوجه، إلى المرتبة الثالثة في عائدات دور العرض في الولايات المتحدة. وتدور أحداث الفيلم عن أب يقسو على ابنه ويعنفه مما يلهم الآن بكتابة أغنية عنه. والفيلم مستلهم من قصة بارت ميلارد المغني الرئيسي في فريق ميرسي مي، الذي شهد التغيير الكبير في شخصية أبيه وهو يقارب على الوفاة. وقال ميلارد للصحيفة: شاهدت تحول أبي من وحش مخيف إلى شخص يذوب حبا. وتقول الصحيفة أن استطلاع رأي من شاهدوا الفيلم في دار العرض كشف أن 79% منهم على استعداد لدفع قيمة تذكرة أخرى لمشاهدة الفيلم مرة أخرى، وترى أن ذلك يعني أن جمهور الأفلام الدينية ليس قاصرا على فئة معينة أو عمر معين. إلى صحيفة الشرق الأوسط، والتي عنونت في أخبارها الأكثر مطالعة: قاض بريطاني يأمر المدان بتفجير قطار لندن بدراسة تعاليم الإسلام في السجن. وقال قاض بريطاني أن منفذ اعتداء بيرسونز غرين في لندن يجب أن يقضي 34 عاما في السجن حتى يعرف المعاني السامية للإسلام والقرآن الكريم باعتباره كتابا سماويا يدعو إلى السلام ونبذ القتل. تضيف الصحيفة: تسبب الاعتداء الذي وقع في سبتمبر أيلول من العام الماضي في محطة القطارات جنوب لندن بجرح 30 شخصا، واستغرقت لجنة المحلفين في محكمة أولد بيلي يوما واحدا للتوصل إلى أن المتهم أحمد حسن
مدان بالقتل، كما قال الادعاء أن القنبلة كانت مصممة لإيقاع أكبر خسائر ممكنة في الأرواح. وأدين أحمد حسن الأسبوع الماضي بمحاولة قتل الركاب في قطار للأنفاق متجه إلى وسط لندن في 15 سبتمبر الماضي. وقالت الشرطة أن الحظ وحده أدى إلى عدم اكتمال انفجار القنبلة المعبأة بالشظايا، وقضت المحكمة في لندن بسجنه مدى الحياة، وأبلغته أنه سيقضي 34 عاما على الأقل في السجن. وقال القاضي موجها حديثه لحسن: يجب أن تفهم أن القرآن كتاب سلام والإسلام دين سلام، لقد خالفت القرآن والإسلام بأفعالك كما خالفت قانون كل الشعوب المتحضرة. سيتاح أمامك متسع من الوقت لتدرس القرآن في السجن في السنوات المقبلة. جولتنا المصورة من صحيفة الجارديان، والتي تنقلت بين العديد من أحداث العالم ومظاهر الحياة المختلفة، نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.